كل حلقه نديره في الجو نتاع ندير روحي نتكلم ونبدو ابدو نطول وخلاص، لازم كل حلقه جو هذا. يا رجل ندور في أي حاجة لها علاقة بأن العسكريين يربحوا في حرب عسكرية بعدين يسلموا الموضوع للمهزوم ويقسموا معاه ال يقسموا. ما فيش في التاريخ كله، ما فيش القصة هذه. ترى ندورها في جوجل بالك فيه في المهزوم عسكريين. سامحوني ما عنديش قصة نبدأ بها اليوم، لأن اللي صاير هنا ما صارش في التاريخ بكل، لكن في قصيدة لأحمد مطر ديما تخطر عليا لما نشوف في تحشيد حفتر وجماعة قاعدين يتفاوضوا معاه بعد ما ضحك عليهم 6000 مرة. المهم أحمد مطر يقول: عباس وراء المتراس يقظ منتبه حساس، منذ سنين الفتح يلمع سيفه ويلمع شاربه أيضا منتظرا محتضنا دفه. بلع السارق ضفه، قلب عباس القرطاس، ضرب الأخماس لأسداس، بقي الضفة. لملب عباس ذخيرته والمتراس ومضى يسقل سيفه. عبر اللص إليه وحل ببيته، أصبح ضيفه، قدم عباس له القهوة ومضى يسقل سيفه. صرخت زوجته: عباس، ضيفك راودني عباس، أبناؤك قتلى عباس، قم أنقذني يا عباس. عباس اليقظ الحساس منتبه لم يسمع شيئا، زوجته تغتاب الناس. صرخت زوجته: عباس، الضيف سيسرق نعجتنا. قلب عباس القرطاس، ضرب الأخماس لأسداس، أرسل برقية تهديد: فلمن تسقل سيفك يا عباس؟ لوقت الشدة أسقل سيفك يا عباس. آه جماعة قاعدين يسقلوا في سيوفهم في بوزنيقة، ولا هم ما يسقلوش غادي يقدموا في القهوة بس. على أي حال، حتى في قصيدة مش عادية زمان لأمل دنقل: لا تصالح ولو منحوك الذهب، أترى حين أفقأ عينيك وأثبت جوهرتين مكانهما. ها كيف؟ أي صح عندك حق، لا لا فعلا قلبت برنامج شعر، عندك حق. دوروها القصيدة متاع أمل دنقل، هي مليحة للمليون. انتباهي خلاص عرفنا قلبت برنامج شعر. أنتوا عارفين حشيشة شعر وثقافة والجو هو غير حرمتنا منها كورونا الله غالب، لا أمسيات لا ندوات لا شيء. الهيئة العامة للثقافة مهتمة الحقيقة ودارت من شهور قرار بإيقاف النشاطات الثقافية خوفا من كورونا. هو مش إيقاف بالضبط، يعني يديروا مهرجان فروسية في العجلات، معليش نضموا قبل مهرجان فروسية في طرابلس وما صار لهم شيء، يعني الأمور كويسة. داروا فعاليات اليوم الوطني للثقافة التبوية، شن صار؟ ما صار شيء عادي. مولو أوسكار ليبيا خليني ساكت. يعني لو داروا مهرجان فروسية في العجلات ما فيها شيء، غير انتم مكبرين الموضوع. وبعدين العجلات وين؟ مش مغرب هكي ولا؟ وبعدها زلطن وركدالين وجوا الجهات هذه خلاص ما فيهاش كورونا واضحة. ايه كيف؟ متأكدين؟ ايه جبناها المرة اللي فاتت في سيمافرو امس ولو لمس مطلعين اشاعة كورونا في النوايل، كورونا راهو في حالات في كورونا في كذابين بره. طلبتوا بعضكم وحضوا بعضكم يا نوايل، انتم مناظرين وانتم هلها، وتحيه كبيره للنوايل والجميل والدليل، وزيتوا في بعضكم وطلبتوا بعضكم. ما هناكش كورونا، ما هناكش، ما تعدوش عليهم وما تصدوش الكذابين. ما فيش ولا حاله الى حد الان في ليبيا، والله ما في حاله كورونا في ليبيا. ما تصدوش الكذابين وما تقولوش والله المركز، ما المركز قال كذابين. ما فيش منه كلام هذا. المركز قال، المركز قال، شنو المركز قال؟ شنو القرآن المركز؟ طبعا المركز مسيطرين عليه من الإخوان. أهو جماعة مش مقصرين. للأسف الإصابات المؤكدة بكورونا في ليبيا قريب توصل 40,000 إصابة، والوفيات فوق 600، والدولة اللي دايرة إجراءات احترازية دايرة كل هالمستنقعات الكورونية هذه. الخبر الوحيد المفرح في الموضوع متعلق بكورونا أنهم بيفتحوا المساجد الحمد لله، بارك ربك يخفف علينا هالبلاء اللي احنا فيه. تو شن جاب سيرة الثقافة وكورونا؟ الشعر، المصالحة، المفاوضات. المجلس الأعلى للقضاء رفض مخرجات بوزنيقة هاي، لكن في النهاية القضاء لا يحل ولا يربط. شكون اللي معدل على القضاء أصلا؟ زمان مش الدائرة الدستورية في المحكمة العليا حلت البرلمان؟ هي محلتش البرلمان بالضبط، لكن دارت حاجة زي هيك. شكون عدل عليها؟ البرلمان اليوم داير ما يبي. عموما ستيفاني ويليامز قالت اللي بيشارك في حوار جنيف يتعهد بعدم الترشح
أو التواجد في أي حكومة أو مجلس رئاسي قادم. سكرتها في وجوههم. تو مش عيب موظفة في الأمم المتحدة هي اللي تقرر لكم شكون اللي يحكم وشكون اللي يشارك وشكون ما يشاركش. التكتيك ستيفاني. شنو صاير في الحوارات هذه بوزنيقة وغيرها؟ في هذا المؤتمر لن نتحدث على الحوارات القائمة حاليا سواء العسكرية سواء المدنية لعدم توفر معلومات رسمية حول هذه الحوارات. تو يا مسماري انت عرفت الظواهر موجود في الغرب وتعرف تفاصيل شنو صاير في طرابلس حسب كلامك وما عندكش معلومات عن اللي صاير في بوزنيقة وجنيف وبرلين والمؤتمرات هذه كلها. هالحوارات هذه اللي فيها الصحفيين كل يوم يحكي يقولوا شنو صاير، لكن معليش مرات ما عندكش الاذن تدوي في الموضوع. باهي لو لا قدر الله يا رجل نحولك المشير، ولا هي خطة باش تقولوا احنا ما نعرفوش شنو صاير والمشير ما عندهاش علم وستيفاني قالت اللي ما شاركوش هم اللي يحكموا. يا خلبوس، بعدين هم مش وقعوا على اتفاق متاع معايير المناصب السيادية ولا شنو؟ باش هي المعايير هذه؟ وين جماعتنا اللي في بوزنيقة المشري وجماعة اللي ضد حفتر؟ علاش ما قالولناش على شنو وقعوا؟ علاش جو التوقيع متاع فوق البارجة الروسية هذا؟ وإحنا نهتفوا ونقولوا اللي درتوه صح. المفروض الناس اللي انتوا تمثلوا فيهم هم اللي يعرفوا شنو صاير ولا لا ولا كيف الفكرة. بالله فكونا من بوزنيقة وجو هوا وانتم ما عندكمش الا الموضوع هذا يتناصح. اعطونا موضوع مختلف، موضوع مثلا النائب العام يأمر بالقبض على هلبة شخصيات خلال الاسبوعين هذو. باهي امس كانت ذكرى اغتيال الشيخ نادر العمراني رحمة الله عليه. درتوا حاجة في الموضوع هذا يا نيابة ويا قضاء ويا نائب عام ولا خلاص القضية مشت وخلاص؟ راس لي قريب 4 سنوات توا. ولا الشيخ توفى رحمة الله عليه والحي ابقى من الميت، ولا كيف الموضوع بالضبط؟ بعدين هذا الموضوع كويس عموما لأن ما فيش بوزنيقة أو جبتوا لنا موضوع طلعتوا من بوزنيقة. هو صح اللي قلت له الشيخ نادر رحمة الله عليه ووقفوا مع حفتر اللي توا يتفاوضوا معاه في بوزنيقة، لكن على الأقل ما ليش علاقة مباشرة بالموضوع. موضوع ثاني بعيد عن بوزنيقة، مصطفى صنع الله طلب من مجلس الأمن فرض عقوبات على الناس اللي سكرت النفط. أها هاي الأخبار اللي تفرح، قلت لنا الموضوع هذا من زمان. أهي الدولة بدت تتحرك، قال لك يتكتك الشايب. تو خلي الشايب يتفاهم مع مجلس الأمن. كيف؟ كيف شندخل مجلس الأمن؟ إيه؟ ما فهمتش. قال عقوبات على سكر النفط. إيه فيهم طلل والمسماري والجوهات. تلا يا رجل كيف ما فيهمش اسمه مش موجود. دقيقة بس. أهما؟ والله لا رسمي مش موجود اسمه. كيف صار يا صنع الله؟ مطل المساكين والمسمار اللي راقد ريح اللي لما قالوا الأتراك دخلوا مدفع جديد يحسبها مدفع واحد هيك قطعة واحدة اللي يبي قبل الجغرافيا من الموسم اللي فات، المسمار اللي يحسب جزيرة الفرناج جزيرة حقانية في البحر زي تيران وصنافير. تو هذا هو اللي سكر النفط وحفتر ما دار شيء؟ ما تبعتش اسمه معقولة يا راجل؟ بركاتك يا بوزنيقة. بيضحوا بيك يا مسمار، والله إلا سخفتني. تي هذا يسكر النفط معقول يقدر يسكر النفط؟ ما يقدرش يسكر باب حوشة هذا إلا بأمر من حفتر. ما يقدرش يسكر راسه، لا مش بأمر من حفتر، أنا راسه مسكر من ربي. لا لا يا شباب هذا خبر فيه بوزنيقة المليون، أعطونا حاجة بعيدة بالله. صديق الكبير، صديق الكبير قال خسائر النفط من 2013 ل 2020 وصلت 180 مليار. 180 مليار يا شباب تخيلوا. شكون اللي يسكر النفط؟ مسماري ومطل الواضحة. وقال الصديق الكبير ان مصرف التجارة والتنمية اعطيه 6 مليارات لميليشيات حفتر. متخيلين 6 مليار قداش يا شباب؟ تعال انا قلت لكم مرة واحدة من الحلقات اللي فاتت لو بتصرفوا مليون كل شهر المليار هذا يسدك اكثر من 80 عام، مليون كل شهر. ما بالك 6 مليار اعطوهم لميليشيات حفتر. اللي طبعا يتفقوا معهم توف بوزنيقة واحنا اللي بنخلصوهم من المليارات هذه الديون، قالوا بيخلصوهم انا وانت والمواطنين العاديين. ومش غير الديون هم اعطوه حتى المصرف المركزي بطوبته يعني. يدي يعطونا خبر بعيد على الصخيرة عليه بوزنيقة زي بعضهم ما قسمناش. خبر بعيد هلبة، خبر خارج ليبيا. مش في حرب تو في أرمينيا وأذربيجان؟ أعطونا عليها حاجة نختموا بها. محمد محجوب قال مصادر أمنية في ليبيا أكدت تواجد ضباط مخابرات أتراك في طرابلس لتجنيد عناصر ليبية للحرب مع أذربيجان مقابل 5,000 دولار شهريا. دقيقة من هو محمد محجوب هذا؟ من هو؟ واحد مطرشق على تويتر. والله ما مطرشق الا انت. هاي تصبح ختام شني؟ تي لا ما ختامي يا راجل. تقال لك 5,000 دولار شهريا.
اسمع انا ماشي لاذربيجان حتى سيمافر ياسر منه دوره من يقدمه بالله يديروا لها حسبه معليش 5000 دولار شهريا والدولار بستة توه ولا يا حبيب 6 5 في 6 30000 في الشهر 30000 في الشهر تعطوني 30000 في الشهر يتناصح هاي بسلامتكم